تسعى إلى نشر الوعي بأهمية هذه المحميات. المدينة تتطلع اليوم للعب دور أكبر من حيث الاستثمارات. قد وصلت للتو سفينة حاويات من الحجم الكبير. جلسة سرية لمناقشة الأوضاع الإقليمية. من الخط الأمامي في محور مخمور. نحن نطل على عدد من المواقع الاستراتيجية. وفقا لمراقبتنا هنا على الأرض. يواجهون مقاومة شرسة. ازدياد تدفق اللاجئين على القارة الأوروبية. ترتفع مستويات العلاقات الاقتصادية بين البلدين. سباق الترشح للرئاسة الأمريكية بين الحزبين. تصريحات أكدت محادثات جنيف هي الطريق الوحيد للوصول للأمن والسلام.